بعد ضمان التأهل إلى أدوار خروج المغلوب، العيون على صدارة المجموعة من أجل قرعة أسهل في الدور القادم. سنكون مع حضراتكم مباشرة بعد قليل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في مدينة لشبونة عاصمة البرتغال، لتواجد اليوم في انتظار مباراة كبيرة جدا. ومعكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم لدينا مباراة ضمن منافسات دور المجموعات، فريق بنفيكا في مواجهة فريق روزاريو سنترال. أكيد أصحاب الأرض يرغبون في إهداء جماهيرهم صدارة المجموعة بعد مباراة اليوم والاحتفال معهم. الأمر سيكون في منتهى الروعة إن تحقق على أرضية الميدان، وأكيد بأنه سيسعى إلى ذلك في المباراة. تصويبة باتجاه المرمى، حلوة الفكرة لكن التنفيذ ما كان بنفس الدقة. لعبة مقصية، كرة على الطاير لكن الكرة بعيدة عن المرمى. اللقطة الماضية لو كانت هدف كان ممكن تكون واحدة من أجمل اللقطات في هذه المباراة. في مكان خطير، يفتكها داخل المنطقة، كرة سهلة بيلتقطها الحارس، يخسرها. أوهو، حكم يحتسب ركل جزاء في هذه اللحظات، فرصة محققة للتقدم في النتيجة. بدون تردد ركلة جزاء، المدافع يرتكب خطأ ويحصل على كرت أصفر في هذه اللحظات. سوء تقدير الموقف من اللاعب وخطأ صحيح، تدخل غير مدروس على المنافس والمخالفة واضحة. يا الله، حارس المرمى يتصدى لركلة الجزاء، فرصة كانت ثمينة للتسجيل من علامة الجزاء لم تستغل. هذه اللقطة اللي كانت تتطلب هدوء أمام مساحة في هذه اللحظات. باتجاه القائم الثاني، اليوم في فرصة أمام أصحاب الأرض لاحتلال صدارة المجموعة والتأهل في المركز رقم واحد. على الفريق استغلال عامل الأرض والجمهور بشكل جيد. نتيجة التعادل فقط تعني إنهاء دور المجموعات في الصدارة، وتبدو أيضا بأنها متاحة أمام الفريق. بيرفعها في وسط المنطقة، الدفاع يفضل ابعاد الكره بعيدا عن المرمى. تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الاطراف، تدخل في توقيت مناسب. الله على استخلاص الكره، ماركو روبن، مساحات كبيره في الجناح، امكانيه للعب كره عرضيه. تخرج الكرة إلى ركنية بعد أن غيرت اتجاهها. ركنية في المنتصف. يتورط الآن، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة، ويضع الكرة في المرمى. التقدم يأتي الآن، أي جنون، أي إثارة، هدف يرسم البسمة ويرفع المعنويات. تقدم في المباراة قد يعني الفوز في هذا اللقاء. بعد الكثير من المحاولات والفرص، الفريق اللي ما كان أحد يتوقع بأن يتقدم يسجل هذا الهدف بعد سلسلة من الفرص الضائعة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. تقدم
تقدم ممتاز باتجاه المرمى. الحكم يحتسب ركلة حرة. كرة على الطرف تحتاج لتركيز عالي حتى يرسلها بشكل سليم لتشكل خطورة على المرمى. ضغط كبير على المنافس، لا يترك لهم كثير من الحلول سوى تشتيت الكرة خارج الملعب. لويس ميغيل ألفونسو، بيتزي، عرضية إلى العمق، ضربة راسية سهلة جدا عند حارس المرمى. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. تمرير على الطرف يفقد الكرة. عند الكرة الآن فرصة من جديد لكرة التعادل. رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. شوف التحرك اللي قبل الكرة، تسلل سليم. ريباس، كرة مقطوعة بعد تمريرة سيئة. واضح تفوق بنفيكا في السيطرة والاستحواذ في هذه المباراة. في رأيي هي السيطرة السلبية واستحواذ على الكرة بدون قيمة، لأن الفريق متأخر ومع هذا الاستحواذ لا نجد محاولات كثيرة على المرمى. بمروءة تقدم الكرة، يعود للخلف بالعرضية. تعادل في هذه اللحظات، مباراة تعود إلى البداية. الآن كل شيء وارد، كل شيء ممكن، لا يمكن توقع نتيجة هذا اللقاء. تصويبة فنان، لعبة هداف، هذا من الأهداف التي لا تمل. الكرة بجانب القائم. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. تذهب للفريق الخصم. عند الإمكانية هنا، قراها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. جوليان فايجل، حلو التدخل واعتراض الكرة. كيف راح ماركو روبن حاول التسجيل مرة أخرى. شوف حارس المرمى في المكان المناسب، تصدى لهذه الكرة. برافو. بيلعب الكرة الوسطى، حارس يبعد الكرة عن مناطق الخطر. عند الفرصة في هذه اللحظات، المباراة تمتد لأربع دقائق أخرى، يحتسبها حكم اللقاء. وصل الكرة وقدر يخترق ولديه المساحة. حارس يتدخل بدفع من المرمى، خروج في توقيت مثالي. كرة أخيرة للتقدم الآن، كرة تصطدم في القائم وترجع للملعب. خطأ من حارس المرمى كان ممكن يكلف الكثير، نجح بعد ذلك في تصحيح. تدخل قاسي في هذه الكرة، هنا قد نشاهد كرت من حكم المباراة. الحكم وجه الورقة الصفراء في وجه اللاعب. حتى وإن كانت نية استخلاص الكرة، لكن التدخل في النهاية كان على قدم الخصم وليس على الكرة. تدخل أيضا في اللقطة الماضية كان غير قانوني، في خطأ واضح وغير مبرر.
فرصة متاحة للتسجيل في هذه اللحظات، والكرة ثابتة باتجاه المرمى، الحارس ينجح في الإمساك بالكرة. الشوط الأول يعطي الفريق الأفضلية لصدارة هذه المجموعة في هذه اللحظات. 45 دقيقة متبقية راح تكون حاسمة لضمان الصدارة، بعدها يمكن للفريق أن ينسى دور المجموعات ويركز على الدوري، لأن بقية المباريات ستكون تحصيل حاصل. ضربة البداية للشوط الثاني في مباراة اليوم ضمن مجريات الجولة الخامسة لدور المجموعات، 45 دقيقة نتمنى تكون مثيرة. الاستحواذ على الكرة هنا، في تفوق واضح لبنفيكا، لكن بشكل عام الأداء لا يعجب هذه الجماهير، لأنها تبحث عن الفوز، تتكلم عن الفرص، الفرص قليلة على المرمى. نتيجة حتى الآن تعادل، الاستحواذ إذا ما كان إيجابي يكون نقطة ضعف على الفريق بالتأكيد، أن يسرع من رتمه وأن يكون وجه لصورة أكبر على المرمى. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. فشل الفريق في تحضير اللعب، كرة بترجع إلى الحارس، ضربة ركنية وفرصة الحصول على التقدم. بعد عدم الاستفادة من الأفضلية، الحكم الآن يطلق صفرته ويحتسب الخطأ ويوجه الإنذار. شوف الإعادة في اللقطة، في تدخل أيضاً، كان في سلايد قوي وخطأ واضح. في الإعادة نرى بأن الحكم كان محقاً في احتساب المخالفة، اللاعب تدخل على قدم خصمه بإعاقة غير مدروسة. تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط ال 18، مستحيلة هذه اللقطة، شوف الكرة اللي غيرت مسارها، خادعت الجميع، لمسة واحدة بعدت الكرة، كم ممكن تسجل هدف في اللقطة الماضية؟ سيفروفيتش. تدخل ناجح على الكرة. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. كرة في مكان خطير. مستحيلة هذه الكرة. العارضة تحولها إلى المرمى. صعبة جدا، صعبة جدا. شوف كيف تدخلت العارضة مرة أخرى، هذه الكرة اللي صدمت من الأسفل وبعد ذلك أكملت طريقها إلى الشباك. نظرة أخرى نشاهد من خلالها كرة الهدف. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. تمريرة خاطئة تقطع بكل سهولة. عند الكرة في مكان خطير. رافا. فرصة العرضية الخطيرة. شوف التعامل، شوف إبعاد الكرة عن الفريق. الفريق ما يزال متأخر في النتيجة، والمدرب يبحث عن تغيير لهذه المباراة، والآن يدخل لاعب من على دكة البدلاء. لويس ميغيل ألفونسو. سيفروفيتش. هنا في مكان خطير، بإمكان إرسال كرة عرضية خطيرة الآن. غريمالدو. هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة، الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن.
نقطه الهدف. شوف المرور يا لعيب، خاد حارس المرمى، هز الشباك في لقطه ممتازه. في محاولة لتعديل الأوضاع، المدرب راح يجري تغيير تكتيكي في هذا التوقيت. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. فرانشيسكو فيريرا، عشرين دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. تدخل لطيف يفتك الكرة بدون أخطاء. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. ضغط عالي متقدم وواضح تأثيره. عنده الإمكانية هنا. حارس المرمى عليه إبعاد الكرة. فرصة تقليص الفارق. خطأ متهور من حارس المرمى، كاد أن يكلفه هدفاً لولا أنه تدخل لينقذ الموقف ويكفر عن الخطأ. لو دخلت المرمى لكان يلوم نفسه وتلوم كل هذه الجماهير. جاردل حلوة بيعدي فيها، يتقدم فيها. فرصة مثالية، واحد على واحد، كم ممكن يقلص الفارق والعودة في هذه المباراة، لكن ضاعت ومعها ضاعت أمان الجماهير. الله على هذه اللقطة. رافا سيلفا بمر فيها بعديه. الله على التدخل في الوقت المناسب، الحارس ينقذ مرماه من انفراد صريح في اللقطة الماضية. تسديدة جيدة من مسافة بعيدة وتصدي ممتاز من الحارس. تسديدة قوية من مسافة بعيدة، كان من الممكن أن تفاجئ حارس المرمى، لكنه ما صارت فرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. والآن مع التغيير في تشكيلة الفريق، الآن جاء الوقت اللي يستفيد فيه الجهاز الفني من دكة البدلاء، يدفع بلاعب جديد في أرضية الملعب للاستفادة من خدماته. كيف راح يتصرف فيها؟ كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. الحكم ما يرحم، ضربة جزاء، ضربة جزاء مشاهدينا. الحكم يشير إلى علامة الجزاء، كارت أصفر في هذا التوقيت. لا يمكن الاعتراض والاحتجاج على هذه المخالفة، لأن الإعاقة التي قام بها كانت على قدم اللاعب للكرة. في الإعادة نرى بأن العارضة تتصدى. كرة بتمر بجوار المرمى. نشوف اللقطة. تدخل خاطئ يستحق البطاقة الصفراء على هذه الكرة. فرانشيسكو فيريرا يهرب الكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. مباراة تنفض بأن تنتهي. هدف تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة. شوف الأعصاب الآن، هدف واحد قد يأتي في أي لحظة في المباراة. الآن أصبحوا على بعد خطوة واحدة من التعادل. قد لا يسعفهم الوقت المتبقي من المباراة، لكننا بكل تأكيد بانتظار لحظات مجنونة. نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل هدفين، هدف وحيد يفصل بين الفريقين حتى الآن. دقائق 4 أخرى من الإثارة، يقر حكم المباراة كوقف بديل. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن. ضاعت الفرصة، ضاعت لقطة في التعادل في الدقائق الأخيرة. فرصة قد لا تعود، من الصعب أن تتكرر لحظة لا تنسى من هذا اللقاء. يتعرض لضغط كبير. سيفيروفيتش
حلوة الكرة البينية خلف المدافعين، بيلعب الكرة مع نهاية دور المجموعات يضمن الفريق مركز صدارة المجموعة بعد أن قدم مستويات كبيرة جعلته حتى الآن يحتل الصدارة، مما يعني أنه سيواجه خصم أسهل نسبيا في الدور القادم. الفريق أثبت خلال أدائه ونتائجه في دور المجموعات بأن فريق عازم على الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة. بمروة تقدم الكرة، يعود الخلف الحرفية جميلة، تعادل في هذه اللحظات، مباراة تعود إلى البداية. الآن كل شيء وارد، كل شيء ممكن. كرة في مكان خطير، مستحيلة هذه الكرة، العارضة تحولها إلى المرمى، صعبة جدا صعبة جدا. بإمكان إرسال كرة عرضية خطيرة الآن، غريمالدو هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين. الحكم يشير إلى علامة الجزاء. فرانشيسكو فيريرا يهرب بالكرة، مر فيها، طلب فيها، راح. مباراة تنفض بأن تنتهي، هدف تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة.